طيب، ويعني في المستقبل يعني شكل التعاون هيكون ازاي علشان يعني كل هذه الطموحات والامال تجد طريقها فعلا لارض الواقع؟ نعم صحيح حضرتك، احنا دلوقتي بنتكلم على زياده معدلات البدل التجاري من الارقام انا بعتبرها ارقام محدوده الحقيقه فيما يتعلق بصادرات مصر للسودان او وارداتنا منهم. احنا بنتكلم على تقريبا 660 مليون دولار، ده اجمالي حجم التجاره ما بين البلدين. مصر صادرت حوالي 400 مليون ومستورد 100 مليون. مهتمين في هذه المرحله مثلا على سبيل المثال بفتح مركز تجاري على ارض السودان يشهد وجود بضائع مصريه حاضره، يتم طبعا من خلال هذا المركز التجاري تقود الصادرات المصريه الى السوق السوداني. في كثير من الصناعات الهندسيه، بنتكلم في ملابس ومنتجات، بنتكلم في الصناعات الطبيه. محور اخر من محاور التعاون مع السودان الحقيقه كان في مجال الصناعات الصغيره والمتوسطه، والحقيقه الزياره ديت كملت بتوقيع مذكره تفاهم في مجال نقل الخبرات في مجال الصناعات الصغيره والمتوسطه. والحقيقه الملف دوت ملف مهم، السودان عندهم صناعات حرفيه مهمه، ومصر الحقيقه عندنا صناعات صغيره ومتوسطه من خلال جهاز تدريب مصانع صغيره ومتوسطه. عندنا القدره لاعطائهم كثير من التدريب ونقل الخبره والتجربه، وهم الحقيقه عندهم طلبات محدده في التدريب في مجال بوتاجاز الجلود، في مجال ملابس الجاهزه، في مجال التعبئه والتدريس، كثير جدا من المجالات. عايزين نقدم تجربه مصر الحقيقه كمان في تطوير وانشاء المجتمعات الصناعيه. الحقيقه مصر عملت نهضه في مساله انشاء وتطوير المجتمعات الصناعيه، والخبره المصريه في هذا الاطار مطلوبه في الجانب السوداني وبشكل الحقيقه عملنا مجموعه من الاجتماعات مع مجموعه من الساده الوزراء المجموعه الصناعيه في السودان، وتبحثنا معاهم في كل هذه الامور. وعلى راس الامور تبحثنا معاهم طبعا فكره اعاده النظر في الرسوم الجمركيه العاليه على مجموعه من السلع المصريه اللي بتستثنى من تطبيق الرسوم الجمركيه التفضيليه في اطار الكوميسا. والحقيقه كانت مباحثات الحمد لله بنقول عليها مبشره. كان السودان وعد اعاده النظر في هذه الرسوم الجمركيه ثم ان شاء الله تخفيضها، وده بيفتح طبعا المجال امام الصادرات المصريه بزياده في السوق السوداني. بنشتغل على ان احنا نحقق زياده الصادرات المصريه على مدار السنه او السنتين اللي جايين، بنحاول نبعدها ان شاء الله نوصل حتى مليار دولار أو 200 مليون بإذن الله.